بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رحمن الدنيا والآخرة. اجعل يا مولانا أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. أيها الأخوة الكرام والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره الذي يسر أن أكون بينكم في هذه الليلة المباركة من العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه العشر وأن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى موافقة ليلة القدر هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة خير لنا. وأعتذر لهذه البحة التي في الصوت، أني كنت مخير بين الاعتذار عن المجيء والحضور المبحوح، فقلت لأن أحضر ببحتي خير من أن أتغيب عن هذا المجلس المبارك. أقبل الصوت كما هو، الحمد لله أنه ليس ترشيحا لي شيء يكون في الصوت جيد، وإلا سأكون فاشلا بلا شك. لكن على كل حال، إذا هذه اقبلوه كما هو. صراحة أنا أول ما سمعت مسجد الفاروق، وأنا أول مرة أدخل هذا المسجد العالم، سائلا الله تعالى أن يبارك في القائمين عليه، وأن يبارك في كل من ساهم ليقوم هذا المسجد، ومن أنفق ليستمر هذا المسجد، وأن يبارك في عماره وزواره أيضا، حتى الذي زاركم ولو لليلة واحدة يشمل الله سبحانه وتعالى لهذا الدعاء. لا بد أن نجد لأنفسنا مكانا في هذا الدعاء. من ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين. قلت لما سمعت بمسجد الفاروق، وأعجبني ما رأيت وأنا أقترب من المسجد، أن المسجد وإن لم يتوفر على مئذنة فقد استطعتم أن تصنعونه مئذنة، بحيث لا يتيه الإنسان وهو يبحث على المسجد، مجرد أن يقترب بهذا الطلاء المتميز وهي مستوحاة من المسجد النبوي، فتذكرنا بالقبة الخضراء وما يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد النبوي. إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يتقبل منكم جميعا. قلت أول ما سمعت مسجد الفاروق، قلت أحسن ما يمكن أن يكون فيه الحديث هو الحديث عن الفاروق، الحديث عن عمر الخطاب رضي الله عنه. وما أدراك ما عمر الخطاب رضي الله عنه؟ ويعني اسمحوا لي أن أقول أني جئت من مسجد أبي بكر الصديق لمسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عظمة هذا الدين، كيف أن الناس حين أخلصوا لربهم سبحانه وتعالى في خدمة هذا الدين، وأنهم بذلوا كل ما وسعهم من البذل من أجل خدمة هذا الدين، بارك الله أعمالهم وأعمارهم وخلد أسماءهم. كم من الناس تسمى بعمر من أجل أن ينال نصيبا من شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجزى الله خيرا أبيه سماني عمر أيضا اسمي عمر. وكم من الناس سمي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكم من مؤسسة تحمل اسم أبي بكر الصديق، وكم من المؤسسات تحمل أسماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا كان نوع من جزء من الجزاء مما عجل الله لهؤلاء رضوان الله عليهم من الجزاء، بأن خلد أسماءهم في الصالحين، والله سبحانه وتعالى يجزيهم عنا خير الجزاء. فقلت نقف هذه الليلة إن شاء الله تعالى في حدود ما يسمح به الوقت بوقفات مع سيرة عمر رضي الله عنه. نبدأ من البداية، من إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، معلوم أن عمر بن الخطاب تأخر إسلامه قليلا،
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكرم الله سبحانه وتعالى عمر بالإسلام. وسبحان الله في ذات اليوم الذي فكر فيه عمر قدم على جريمة كبيرة جدا، ألا وهي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا أنه ذات اليوم الذي أكرمه الله فيه بأن آمن به نبيا رسولا وصار نصيرا له ينصره بكل ما أوتي من الطاقة. تذكر كتب السير أنه رضي الله عنه قبل إسلامه هم بهذا الفعل، ولكنه في طريقه لأن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا هيأ له من قال له إلى أين تمضي، يعني قبل أن يبلغ هدفه. وهذا من إكرام الله لعبده أن الله سبحانه وتعالى هيأ له الأسباب التي تصرفه عن المعصية ولا تجعله يتمادى فيها. ولذلك من لطف الله لعبده أن يهيئ له ما يساعده على عدم التمادي في المعاصي، وهي ضرب من الجليس الصالح والجليس السوء. على كل حال هيئ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من سأله إلى أين تمضي فأخبره بهدفه، فقال هل لا فعلت ذلك في أهلك؟ ولم يكن يتصور عمر أن في أهله من أسلم، فعاد إلى بيت أخته فاطمة رضي الله عنها وهو لم يكن يعلم أنها أسلمت، فإذا به كان في بيتها خباء يقرئهم سورة طه. مجرد أن سمعوا بمقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفرق الجمع، كل الذي بحث عن مخبأ بحث عنه غير ذلك لأنهم يعلمون شدته رضي الله عنه. فدخل طبعا الرجال اختفوا، بقيت فاطمة أخته. سألها أبت أن تجيبه فامتدت يده إليها، ثم ما لبث أن رق لما رأى من حال أخته. تحرك الجانب الإيجابي فيه، تحركت فيه جانب الفطرة، يعني كأنه ندم على أنه تسرع ودار لطم أخته فاطمة، فرغب في أن نوع يتودد لها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك مدخلا لأن يتغير عمر بن الخطاب رضي الله عنه تغيرا كليا. فيعني ألح في أن تسمعه شيء مما كانوا يقرؤون، فقالت له لا إنك نجس، قم فاغتسل ثم أسمع. وأيضا مزيد من التودد لها كأنه يكفر عن لطمته، ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا يهيئه لأمر أراده. فقام واغتسل وتهيأ، حينها خرج خباب وخرج زوجها، أنه كأنه شعروا بأن الوضع تغير والآن الرجل يمكن أن يسمع منا ما كنا فيه. فأسمعوا سورة طه، هذه السورة المباركة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني مجرد ويسمع الآيات والرجل يتغير تغيرا كليا، فكانت سببا لإسلامه. فإذا السورة التي بها تغيرت وجهة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من القصد الأول إلى القصد الثاني هي هذه السورة المباركة. وهذا درس لنا، الدرس الكبير فيه ما مدى انتفاعنا نحن بالقرآن الكريم، ما مدى تأثرنا بالقرآن الكريم، ما مدى أن القرآن الكريم إذا سمعناه كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وآياته زادتهم إيمانا. فمن المفروض في يعني من علامات المؤمن أنه إذا تلي عليه القرآن ازداد به إيمانا وقربا من ربه سبحانه وتعالى. فكان تحول عمر تحولا كليا، شهد في ذلك المجلس أنه بشهادة الإسلام، ثم أكمل مسيره إلى المكان الذي يوجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وحين طرق الباب لا زالوا على الأصل، يعني لما علموا بأن الذي يطرق الباب هو عمر تخوف من أن ما الذي جاء به وما عسى أن يكون جاء به ولا ويبعد أن يكون جاء بخير إما شيء سيء، لكنه جاء مسلما وجاء مؤمنا، وكان إسلام عمر
وإسلام حمزة، ولكن الآن الشاهد عندنا هو إسلام عمر، نقطة تحول في مسيرة المسلمين نظراً لما كان فيه من شدة ومن قوة، يعني تعزز صف المسلمين بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن الدرس العملي الذي نأخذه من هذه المحطة هو أن كيف أن الرجل درجة انتفاعه بالقرآن الكريم، ونحن في شهر القرآن وفي الشهر الذي يقبل الناس فيه على كتاب الله تعالى تلاوة، وفي الشهر الذي يقبل فيه الناس على كتاب الله تعالى إنصاتا، وفي الشهر الذي يقبل الناس فيه على كتاب الله تعالى في مسابقات للتجويد ومسابقات للحفظ وغير ذلك، كل هذا ينبغي أن يكون هادفا خادما للهدف الأكبر الذي هو الانتفاع بالقرآن الكريم. حسن الاستماع إن لم يقودك إلى العمل يعني لا 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 خير فيه ولا بركة فيه. كون القارئ يطرب سمعك هذا ينبغي أن يكون وسيلة لما بعده، أما إذا انتهى دور القارئ في أنه أدخل عليك نوع من المتعة واللذة ولكن على المستوى العملي لم ينتج فيك شيئا، معنى ذلك أنك لم تنتفع بما قرئ عليك من كتاب الله تعالى. لا بد أن تكون الصورة واضحة. نعم، والأمر يعني فقط أضيف شيء وهو أن عمر الخطاب أيضا رضي الله عنه ظل الناس يعودونه شهرا كاملا لا يدرون لماذا، وكل الذي جرى أنه قرأ سورة الطور. يعني يذكر في سيرته رضي الله عنه، نضيف هذه فقط في سيرته بالقرآن، أن الناس يعودونه شهرا كاملا لا يدرون ما الذي أصابه، وكل الذي أصابه وأنه قرأ هذه السورة فتأثر بها تأثرا كبيرا ويعني بقي طريح الفراش شهرا كاملا من آثار تدبره لسورة الطور. فهذه سورة طه وهذه سورة الطور نقرأها أو تقرأ علينا، ما الذي تعطيه فينا من الآثار؟ هو السؤال الكبير وهو الدرس الذي ينبغي أن نتعلمه من الفاروق. يظهر أن وقت العشاء وصل، نكمل إن شاء الله تعالى بين التراويح. الحمد لله رب العالمين.